ايش قد كانت الرسوم سياده اللواء الان ايش قد صارت للاجازه؟ يعني انت تعرف هاي ارقام جدول كان ملحق، وتعرف استاذ هاي ارقام ما ممكن اعطيك اياها بالدقه، ولكن 50% يعني بعد ما كانت مثلا على سبيل المثال اي نعم 140 او 160 الف نعم. اصبحت تقريبا 80 الف. تحويل الملكيه بعد ما كان تقريبا 86 الف 84 الف اصبح على يمكن 44 الف 43 الف. جيد. كذلك حتى الطرق والجسور اللي كنا نفرضها لاجل جبايه ورفعها الى وزاره الماليه كايراد عام. جيد. هذه هي الاخرى شملها شملناها متعمدين حقيقه. نعم. حتى نخفف العبء حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحه. جيد. يعني الحمد لله والشكر كل الرسوم اللي كان المواطن يدفعها في مواقع التسجيل من طرق وجسور من سياديه من كذلك اجور خدمه للنصف 50%.